مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم. خلال الأسبوع القادم نلاحظ أن الأجواء ستكون حارة في معظم مناطق المملكة. يوم الأحد أجواء حارة في المناطق الشمالية 40-26، المناطق الغربية 38-30، الجنوبية الغربية 30-18، المناطق الوسطى ومنطقة الرياض 43-31، وأيضا المنطقة الشرقية 43-28، والمناطق الشمالية الشرقية 43-26 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة يوم الاثنين أيضا تستمر الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة. المناطق الشمالية الغربية 39-24، المناطق الغربية معدل 38-31، والمناطق الجنوبية الغربية 29-19، المناطق الوسطى ومنطقة الرياض 44-31، والمناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 40-23، والمنطقة الشرقية 43-29 درجة مئوية. أيضا يوم الثلاثاء القادم تستمر الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة. المناطق الشمالية الغربية 37-25، المناطق الغربية 38-31، المناطق الجنوبية الغربية 32-19، المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض 44-32 أجواء حارة. المناطق الشمالية الشرقية 38-24، والمناطق الشرقية 42-29 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا استمرار للأجواء الحارة. المناطق الشمالية الغربية 38-25، المناطق الغربية 38-31، والمناطق الجنوبية الغربية العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية. المناطق الشمالية الشرقية 40-25، ومنطقة الرياض 44-33، والمنطقة الشرقية 42-30 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا تستمر الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة. المناطق الشمالية الغربية 39-26، المناطق الغربية 38-31، المناطق الجنوبية الغربية 32-20، المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 45-33، والمناطق الشمالية الشرقية 40-25، والمناطق المنطقة الشرقية أجواء حارة 44-33 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم أيضا أجواء حارة إلى شديدة الحرارة. المناطق الشمالية الغربية 40-26، المناطق الغربية 38-31، المناطق الجنوبية الغربية أجواء حارة نسبيا إلى غائمة جزئيا 31-22، المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 45-31، المناطق الشمالية الشرقية 40-24، والمنطقة الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 44-32 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع أوقات سعيدة، وشكرا لمتابعتكم، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.